الأطباء ينصحون بأخذ اللقاحات الموسمية ويشددون على ذلك هذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا في العالم. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية آمنة وتستخدم منذ أكثر من 50 عاماً ولا تزال تعطى لملايين الأشخاص ولها أيضاً سجل أمان جيد. أسئلة كثيرة تدور في ذهن الناس في هذا الوقت حول أهمية هذه اللقاحات وأيضاً الأولوية لمن يمكن الحصول عليها، وهل تغني فعليا عن ارتداء الكمامة؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور مراد نوايسي. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير إليك وصباح الخير للجميع. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، إلى أي مدى هي مهمة الآن المطاعم أو اللقاحات الموسمية في هذه الفترة؟ عادة اللقاحات الموسمية بتنعطى في بداية شهر 10 من كل سنة. أهمية اللقاحات هي كثير مهمة لفئات عمرية معينة. عادة إحنا اللقاحات نعطيها في بداية شهر 10 قبل ما يبلش السيزن والارتفاع نسبة الالتهابات الفيروسية والإنفلونزا عند المجتمع بشكل عام. أهميتها عادة هي إنها بتخفف تقريبا حوالي 80% من نسبة الإصابة بالإنفلونزا عند أي شخص إذا أخذ المطعوم قبل ما يدخل السيزن، نحكي حوالي بأسبوعين. هي بتخفض نسبة التهابات الرئوية بشكل عام، وكمان أنا بتخفض حوالي 50% من نسبة إدخال المرضى إلى المستشفيات إذا أخذوا هذول المطعيم، خاصة الفئة العمرية بنحكي عن فوق سن 65، بنحكي عند المرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب، نحكي عند المرضى عندهم مشاكل بالكلى، مرضى عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي مثل الأزمة، مثل مرضى عندهم COPD، المرضى اللي عندهم سرطانات، أو المرضى اللي بأخذوا كورتيزونات. هذه بشكل عام للفئة العمرية اللي نحكي العمر 65 وما فوق. عادة هذا بنحاول أن نعطيهم الإنفلونزا المطعوم أساس مش عندهم مضاعفات تأثر على القلب أو يصير في عندنا إدخالات للمرضى للمستشفيات اللي هي قد بتزيد حوالي 50% إذا ما أخذوش هذه المطاعيم. الآن عندنا بالنسبة للأطفال بعد بعد عمر 6 أشهر عادة لمدة 5 سنوات أو لعمر 5 سنوات، هاي الفترة إحنا بنفضل أن يتعطى فيها المطعوم أساس يمنع الأطفال ما يصيرش في عندهم التهابات متكررة وما يدخلوش بالمضاعفات التهابات اللي هي على الجهاز التنفسي السفلي. الإنفلونزا عادة بتصيب الأنف، بتصيب الحلق، بتصيب الحنجرة، وعادة لما يكون في عندنا اللي هي لما نعطي مطعوم وهذا المطعوم يكون منعطى في الوقت المناسب بخفف كثير على التهابات الرئوية، بخفف على كثير على إدخالات المستشفى للمرضى، وبنفس الوقت هو بيزيد المناعة. حتى لما يصير يزيد المناعة عادة بيصير في عنا توقيف أو بيصير في عنا إنه هو ما بيصيرش في عنا دمج للأجزاء أو الأعضاء في جسم الإنسان. التهابات الفيروسية لازم تنعطى بطريقة الصح ولازم تنعطى لفئة معينة من الناس اللي حكيت عنهم، لكن في مثلا في فئة معينة مثلا يكون في عندهم أخذوا الفيروس مطعوم الموسم اللي قبله وصار في عندهم مشاكل تحسس، عادة هذول الفئة هذه احنا ما بنحبب انهم ياخذوها. في مرضى اللي عندهم ما يسمى بمتلازمة الجولنبيري سندروم، عادة احنا ما بنحبب انهم ياخذوا هذا المطعوم. المرضى اللي بياخذوا مثلا المرضى اللي عندهم حساسية البيض، عادة احنا ما بنحبش انهم ياخذوا هذا المطعوم. لكن المطعوم هو مطعوم آمن، المطعوم كثير مهم، المطعوم لازم يتاخذ، وهو بعديه احنا الانسان الطبيعي اللي هو اللي عنده تعرض للانفلونزا عادة قبل ما يظهر عنده الاعراض بيوم واحد، بعد ما يخلص هذه الاعراض من يوم الخامس للسابع وارد انه يصير في عنده انه ينقل العدوى للشخص الاخر. فقبل ما تظهر الاعراض بيوم وبعد ما تظهر هذه الاعراض عند الشخص المصاب بالانفلونزا من يوم الخامس للسابع، عادة احنا لازم الشخص هذا انه يبتعد عن المخالطين، خاصة من كبار العمر، خاصة من المرضى اللي عندهم ريسك فاكتور كثير، اللي عندهم سكري، اللي عندهم ارتفاع في الضغط، اللي عندهم مشاكل بالكلى، اللي عندهم امراض سرطانية، المرضى اللي بياخذوا الكيماوي، الاطفال، حتى يحميهم. لبس الكمامة كثير مهم، لكن اهم من هيك انه ناخذ المطعوم.
المطعوم عادة هو احنا موجود عندنا ولكن فئتين دكتور من انواع يعني المطعوم. للتأكيد المطعوم هو لا يمنع الإصابة ولكن يخففها بطبيعة الحال ولا يختلف من شخص لآخر؟ عادة النسبة يخفف المطعوم حوالي نسبة 80% من الإصابة في الإنفلونزا، وهي نسبة كثير عالية، حتى يتشكل ما يسمى بالأنتيبادي في جسم الإنسان. هذه الأنتيبادي بتعمل على تخفيف الدخول الفيروس لما يدخل من أعراضه. قد تكون نعم. الإصابة خفيفة، ولكن تكون الإصابة يعني مش زي الإنسان الماخذ مطعوم. الماخذ مطعوم الإصابة عنده بتكون حدتها أقل، ونسبة الإصابة فيها بتقل حوالي ب 80%، وهي نسبة كثير عالية وممتازة. نعم، عندما نتحدث يعني تحدثت أنه ممكن أن تزيد المناعة بعض هذه المطاعم، ولكن هناك جدلية عند بعض الأشخاص، لا أعرف إذا هي صحيحة أو لا، أنه هذا النوع من المطاعم اللي تعود عليها كثير من الأشخاص من الممكن أن تقلل المناعة، لأنه هاي الأنتيباديز يعني أو هاي المضادات تقوم بما يجب على الجسم أن يكون قد قام به لخلق هذه المضادات الحيوية أو الأجسام المضادة في الجسم. هل توافق على هذا الرأي؟ لا، عادة هاي المطاعيم ما بتضعف مناعة الإنسان بشكل عام، هي بتشتغل لفترة تقريبا مدتها سنة، خلال السنة تأثيرها بخف. فعشان هيك احنا بنعطي مطاعيم سنوية، لأن المطعوم تأثيره بخف خلال بعد تقريبا سنة. هي ما بتأثر على المناعة، ما بتخفف على المناعة، هي بترفع المناعة وبتحسنها. والمطعوم اللي نحن ناخذه هو مطعوم نوعيته اكثر شيء انه بسموه النوع الثلاثي، اللي هو مربوط مع الفيروس الاي، الاي بسموه الاي اتش 1 ان 1، او اللي هو الاي اتش 2 اتش 3 ان 2، او مضاف لهم كمان اللي هم المطعوم اللي بسموه الفيروس بي. فهو عباره عن ثلاث انواع فيروسات. هذه الثلاث انواع فيروسات بتكون مدروسه ومعموله مع التنسيق مع منظمه الصحه العالميه، هي لها اكبر حصه او نسبه انها عملت التهابات فيروسيه وانفلونزا في خلال هذا السيزن. فخلال الدراسه بينوا انه هذول الثلاث اكثر اهم شيء، هذول صار عليهم مطاعيم. المطاعيم هو عباره عن نفس الفيروس بنعطى بيكون اتنويتد او بيكون ميت، يعني بيكون مضاعف او بكون ميت، وهذا بيعمل على انه دخوله انه يولد الانتيبادي اللي هي بتعمل المناعه وبتزيد المناعه. فالمطاعيم هي سيف، مطاعيم امنه، لكن قد تحدث مثل بعض الاشياء او السايد افكت الخفيفه، مثل حك في المكان، ارتفاع في درجه الحراره، الام بالعضل، ولكن خلال وذن تقريبا 24 ساعه بتكون الامور ستيبل وبرجع الوضع لشكله الطبيعي وما في منها سايد افكت. نعم، يعني إذا ربطنا الموضوع دكتور بالفيروس المنتشر الآن حاليا وهو فيروس كورونا، وكان هناك يعني جدال كبير بين الناس أنه هل فعليا لقاح الإنفلونزا من الممكن أن يخفف فكرة التعرض لفيروس كورونا، ما رأيك بهذا الموضوع؟ وأيضا اللقاحات الأخرى، يعني عم نرجع نسمع الآن بإنفلونزا الخنازير، عم نرجع لأنه موسم الآن لكثير من الفيروسات أن تنتشر. المطعوم الحالي احنا منظمه الصحه العالميه والموجود بالاردن ووفرته وزاره الصحه مشكور عليه. هذا المطعوم عاده احنا في انفلونزا يدخل فيه كمان مطعوم انفلونزا الخنازير. احنا زي ما حكيت المطعوم الثلاثي هو H1N1 H3N2 وما الفيروس بي، وهذول هم بيكون مغطى عليهم انفلونزا الخنازير. ففي هذا المطعوم في انفلونزا الخنازير مغطى بالمطعوم الثلاثي ومغطى كمان في المطعوم الرباعي. الثلاثي بيختلف عن الرباعي انه اضافوا بس سلاله، هي احتمال انها تعمل التهابات فيروسيه جديده. لكن المطعوم اذا اخذناه ما بمنع او ما بوقف انه يصير عندنا اللي هو انفلونزا الخنازير. لكن لما يكون في عندي انا مناعه كويسه، ويكون المريض اللي هو مثلا الكبير في العمر وعنده مشاكل رئويه واخذ التهاب فيروسي موسمي عادي، بعدين اخذ التهاب كورونا، اول شيء بتكون المناعه عنده قد تكون ضعيفه او يكون السايد افكت تبعته عاليه. فاخذ المطعوم كثير مهم وليس له علاقه في مطعوم الكورونا اللي هي المرض المنتشر، الجائحه المنتشر عالميا. نعم، عندما نتحدث ايضا عن يعني ممكن الحوامل والاطفال، هل تنصح الجميع ان ياخذ هذا المطعوم اذا توفر في هذه المرحله؟ حتى لو لا يعانوا من اي امراض مزمنه، عفوا. نعم، بالنسبة للحوامل عادة يفضل أن تأخذ الحامل مطعوم السنوي، وضروري جدا أن تأخذ الحامل.
بالنسبة للأطفال عادة الفئة العمرية ما بين عادة أقل من 6 أشهر إحنا ما بنعطوهوش، وبنعطيه ما بين 6 أشهر لغاية ال5 سنوات، هي أكثر فئة عمرية مهمة تأخذ اللي هي الفاير المطعوم، لأن هذا أكثر فئة عمرية متعرضة أن تكون تصير عندها التهابات فيروسية، لأنه هو عادة الأطفال بيكون بالعمر هذا بيكون بالحضانات بالديكير بيكونوا متعرضوا لالتهابات فيروسية نتيجة أنه بيجلسوا مع بعض كثير، أو بيجلسوا في مكان بيكون كراودد، أو بيكون مكان التدفئة فيه مثلا قليلة، أو بيكون التهوية فيه قليلة، فبتعرضوا أنه يصير في عندهم التهابات فيروسية كبيرة، وعادة مضاعفاتها كثير عالية. وعادة إحنا زي ما حكيت التهابات الانفلونزا والالتهابات الرئوية في فصل الشتاء نسبها كثير عالية، وبتغطي حوالي بالنسبة للأطفال حوالي 50% من إدخال المستشفيات فقط بتكون ناتج عن التهابات ومضاعفات التهابات الفيروسية عند الأطفال. لذلك الفئة العمرية ما بين 6 أشهر ل5 سنوات كثير ممتاز، وبتنصح منظمة الصحة العالمية وعندنا بالأردن أنهم يأخذوها ويستخدموها بشكل مستمر. نعم، يعني أخيرا دكتور، ما هي النصائح التي من الممكن أن توجهها لكثير من المواطنين فيما يخص اللقاحات والتعامل مع هذا الموسم في ظل يعني كل هذه الأجواء التي نعيشها؟ عادة إحنا كثير مهم جدا إنه نلتزم بالابتعاد الأشخاص، أو نبتعد بعملية إنه ما يصيرش إنه إنسان يكون في عنده التهاب فيروسي إنه يعطس بجه واحد ثاني او انه يقرب. عادة استخدام المناديل استخدام مره واحده بعدين الانسان ياخذها ويرميها في مكان امن، جلوس في مكان مغلق، التهويه السليمه، الغذاء السليم، شرب السوائل كثير مهم كثير مهم. عادة الاعراض الانفلونزا بتظهر في الشخص اللي هو قبل تظهر عن الاعراض بيوم لمده 5 7 ايام حتى تختفي الاعراض. فالشخص اللي عنده الالتهاب الفيروسي كثير مهم انه يحجب حاله وانه يحاول يبتعد عن الاشخاص اللي عندهم ريسك فاكتور انه يصير في عندهم التهابات ناتجه او التهابات او يصير عندهم مضاعفات ناتجه عن الالتهابات الفيروسيه اللي هي الموسمي حاليا. فالافويدنس الابتعاد، الالتزام بالتغسيل ايدين، التزام بالابتعاد عن الانسان يحط مثلا ايدي على اماكن اسطح عامه، غسل دائما ايدي، شرب السوائل بكثره، والمرضى اللي عاده بيصير في عندهم انفلونزا احنا بننصحهم في البدايه انه ياخذ استراحه اقل ما فيها اول 24 ساعه حتى يصير في عنده العضل في ومناعه، يصير عنده العضلات ترجع وضعها الطبيعي ويصير في عنده يرجع لمناعته الطبيعيه، ويصير ياخذ كميه كبيره من السوائل حتى يصير عندنا ووش للفيروس باسرع عن طريق الكليه. نعم، شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور مراد نوايسي، استشاري انف واذن وحنجره. ولكن سريعا دكتور،